لا 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 مش والله هاي بنتي يا البنوتة عمي. الحلوة امها في الضفة، بتحكي معاهم بتقول لهم انا بحضر في اللقاء تبعكم، خلوها اسمها تشوف وين؟ بنتها في الضفة في رام الله، يعني صار بس بدها تشوف بنتها عن طريقكم. شفتي مسافرة كانت في الضفة وشاءت الظروف انها تنفصل عنها في هالحرب، وبعتينها تشوف مش عارف والله إلها قديش. قولها ماما إلها نجاة. إيه؟ نجاة. اسمها نجاة. نجاة اسمك يا عمري. شو بدك تقولي لماما يا نجاة؟ هي في الضفة. إيش بدك تقولي لها؟ يلا اطلعي في الكاميرا واحكي مع ماما، شو بدك تقولي لها؟ هي في الضفة. هي في الضفة. طيب أنت شو بدك تقولي لها لماما؟ هيها شايفاكي هلا على التلفزيون، يلا احكي مع ماما، شو بدك تقولي لها؟ وينك يمه؟ يا روحي يا ورد عليا. وين ماما بتتعالج؟ لا مع مين انت موجودة يا عسل؟ بابويا. مين كمان؟ أبتي. بوكي وعمتك؟ بس هم كويس دايرين بالهم عليك صح؟ وامورك انت منيحه؟ طب شو بدك يصير؟ شو بدك يصير يا نجاة؟ نجاة. نجاة يا عمري، ايش اسم هي ماما؟ هي بتحكي معك. لربين. ايش اسمها؟ لربين. هديل؟ لربين. نرمين. نرمين ماما لحالها ولا معاها حدا من اخواتك اخواتك؟ ابويا. ابوكي معاها؟ شايفاها يا عمري، يعني ماما وبابا هناك؟ هاي مشافوك. لا ابوي هنا. ابوك هنا وهناك ماما؟ ماما ومين؟ لحالها. طب بس بدنا نطمن ماما وتقولي لها شو تقولي لها؟ انت كويسه صح؟ انت كويسه ودفيانه ولابسه منيح وماكله منيح يا عمري؟ شو بدك تحكي لماما؟ يلا قولي لها اشي. وينك يما؟ وغير هيك يا حبي ايش بدك تقولي لها؟ بحبك. ايش بدك؟ قديش بدك اياها تجيب لك معاها؟ اطلبي من ماما. دبدوب. بدك دبدوب؟ هذا خذ هالثاني. يلا تعي يا بطه انت كمان احكي معنا. يلا نحكي لماما رساله. شو اسمك؟ ولا. ولا شو بدك تقولي لماما؟ يلا احكي مع ماما هلا هي شايفاكي على التلفزيون، احكي معها. ماما وقت بدك تروحي؟ تعالي يا نجاة، تعالي يا بطه. نجاة؟ ايش بدك تقولي لماما كمان؟ ماما طمنيها. تعالي بسلامة. وايش كمان؟ طمنيها عليكم. واحنا بخير. تعرف يا اختي؟ طلع. تعرف وين العدل؟ انا امبارح مرة واولادها انا بشتغل على الكرة هذه، تمام؟ بوصي الناس. مرأة وولادها بتقول للمرأة يا أخو أمانة وصلني بس لهان للصناعة، من حمد للصناعة. لو شافت الناس بدفعوا لي مصاري اللي بدها تنزل على الكار، بقول لها يا أختي وين تنزلي؟ خدي مني مصاري وخليك على الكار وبوصلك للمكان اللي بدك إياه. محاش مصاري، محاش مصاري. مرأة معاها صبايا بتقول لي ولادي وجوزي كلهم شهداء. صعب صعب الوضع. شكرا. يعني أوضاع تفوق كل ما يمكن أن يقال، فرقت فيها الأسر الفلسطينية بين غزة والضفة، والمفترض أن بينهما مسافة قصيرة جدا، ولكن هذا ما جناه الاحتلال على قطاع غزة بحربه المستمرة بإغلاقه للمعابر بين غزة والضفة. أبوهم؟ لا أنت أنا عمتهم؟ احكي لي شو القصة؟ والله امهم يعني طلعت على الضفه على علاج، راحت تتعالج وصارت الحرب وما قدرتش ترجع عشان خاطر اطفالها. واحنا الحياه هنا صارت بغزه يعني صعبه جدا جدا، حياتنا عباره صارت عن دور. بنقف في الحمامات 5 6 ساعات لما بيجي دوارنا، بنقف في المخابز، قاعدين في خيمه فوق ال 13 نفر، اطفال محرومين من امهم. مش ايش احكي لك، معاناه فوق ما تتخيلي. صعب يعني صرنا عايشين معاناة صعبة جدا جدا، يعني قد ما بدنا نحكي وقد ما بدنا نفضفض في اللي قلوبنا مش قادرين نحكي. هي لحالها امهم؟ امهم لحالها في الضفة، فيش حدا إلها غاد. خلصت العلاج؟ خلصت العلاج وبدها ترجع مش قادرة ترجع كرمال الأطفال.
انا عمتهم. السؤال بضلوا يتردد كثير. بضلوا يتردد، بضلوا يسالوني كثير وين امي، بدنا نشوفها، اشتقنا لها، بعيطوا عليها امهم. وهي زي ما انت شايفه اطفال صغار يعني مش كبار كمان. هذول الثلاث بنات الها. وهي هذه اصغر واحده. شو اسمك؟ احكي لها بوشة. شكرا، ونسأل الله أن يلتئم شمل هذه العائلة من جديد، وأن تلتقي الأم ببناتها بعد كل هذا البعد منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ما يقارب من شهرين. الطفلات الصغيرات في انتظار والدتهن، هكذا هي الأوضاع في غزة. نبدأ بحديث عن مأساة وننتهي بأخرى، وبينهما مآس. هذه هي الظروف، وهذا ما وصل إليه قطاع غزة بعد كل هذه الحرب الإسرائيلية الطاحنة على أهالي قطاع غزة وعلى حياتهم اليومية وعلى سبل بقائهم الأساسية التي لم تعد موجودة بعد كل بعد تفاصيل هذا الحصار الإسرائيلي المطبق على الأهالي فيها. شكرا لكم على المتابعة، ودمتم في أمان الله.